الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة وموعد جديد يجمعني بكم الليلة عبر شاشة قناة القلم وبرنامج ويبقى الأمل. حبيت أقول للشاهد المشاهدين اللي يشوفوا فينا الكل توا، بإمكانكم أنكم تشاركوا مباشرة الليلة في البرنامج عبر 74 621 607، أو خارج أوقات بث البرنامج اللي حبي يوصل صوته أو يحكي حكايته بإمكانه أنه يتصل عبر 23 229 223 054 أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج ويبقى الأمل @القلم.tv.an، أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج ويبقى الأمل بالعربية أو بالفرنسية، والمعطيات هذه كل تشوفوها أسفل الشاشة. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة الليلة، أكيد برشا منكم شاهدوا الحلقة الخاصة بالطفلة آية شافع، البنية هذه اللي عمرها 8 سنين واللي أصيبت بمرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، منذ أن كان عمرها عام وتسعة شهور، لكن علاجها توقف منذ ما يقارب العام تويكا. الحديث على حالة آية خلال الحلقة الفارطة من برنامج ويبقى الأمل خلف برشا ردود فعل إيجابية، لعل أبرزها ردود الفعل اللي كانت في مستشفى الحبيب بورقيبة وبالتحديد في قسم الأورام برئاسة الدكتور منير الفريخة، اللي قرروا إعادة فتح الملف الطبي لآية والقيام بجملة من الفحوصات الطبية. اللي تقولوا لي علاش أنتم تويكا باش نعاودوا نعملوا فحوصات طبية من أول وجديد الآية؟ على ضوء الفحوصات هذه وعلى ضوء النتيجة هذه باش نحيلوا ملفها على وزارة الصحة اللي تنجم بعدك تنظر فيه وتقرر إمكانية علاج آية على حساب نفقة الدولة. نذكركم اللي بإمكانكم تشاركوا معنا الليلة عبر 74 621 607. تفاصيل الفحوصات الطبية اللي قامت بها آية يوم الخميس هذا اللي تعدى في التقرير التالي للزميلة دالندا الترافزجي. بنتي عمرها 9 سنين عندها كونسير، لو عندي من عام 9 شهور ما عملوا لها شيء هنا في تونس. بس حالة آية في سهرة السبت 2 نوفمبر على قناة القلم حرك ملفها من جديد. برشا ناس تفاعلت مع آية والعديد من الأطراف حبت تتعاون، وكان أبرزها الطاقم الطبي القسم الأورام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة اللي قرر إعادة ملف الطبي لآية من جديد وإجراء الفحوصات اللازمة لمتابعة حالتها الصحية وين وصلت وكانت هي النتيجة. في الوقت الحاضر ما نجموش نحكم على المرحلة اللي وصلها المرض من غير ما نعملوا فحوصات جدد، فحص للمريض وبعد الفحص نطلبوا السكانير والسنتيغرافية اللي هما من الفحوصات اللي تمكننا باش نعرفوا وين وصل المرض بالضبط بالنسبة لآية. هذاك علاش طلبنا لها السكانير جديد والسنتيغرافية جديدة، هذوما باش يوريونا يعطيونا فكرة عامة على المرض وين وصل بالضبط في كامل أنحاء الجسم نتاعها. معناها سكانير مش ظهر لنا موجود شيء، مش يورينا اللحمه اللي عندها في الغده الكظريه اللي اللي ما زالت موجوده، مش يورينا صغرت ولا زادت كبرت، ان شاء الله تكون صغرت، مش يورينا فهم شي بقايا اخرين في البدن اللي تمسوا بالمرض، والسنتيغرافي كما قلت لك على ام بي جي هذه تورينا بصفه ادق المرض في الغده الكظريه وفهم شي بقايا اخرين في البدن اللي تمسوا زاد بالمرض. به وقت ايش تحضر نتائج السكانير؟ نتائج السكانير ان شاء الله بحول الله، انا حكيت مع الطبيب المختص في التصوير بالاشعه، ان شاء الله من هنا الاول الاسبوع القادم، خاطر لازم تشوف السكانير هذايا ولازم تقارنوا بالسكانيرات اللي صاروا قبل باش تجم تقول لنا هي المرض قد يتطور للاحسن والا لا قدر الله انه قد زاد انتشر في البقعه هذيك. معنا نتصور انه يوم الاثنين او يوم الثلاثاء تكون عندنا نتيجه السكانير والسنتيغرافي بحول الله. مش نكمل نتابعوا معك حاله ايه، راهو الجمعه الجايه دكتور ان شاء الله. ان شاء الله، مرحبا بكم. هذا ماما هي اللي لابس في الصغار الكل.
وبقى الأمل موجود في حالة آية وفي غيرها من الحالات بفضل ربي سبحانه وبفضل قلوب أولاد البلاد الرحيمة. وهنا ما بين قوسين حبيت نوجه تحية شكر للدكتور نبيل التومي الطبيب المباشر لآية، وأيضا لكافة الفريق الطبي والتقني والإداري لمستشفى الحبيب بورقيبة اللي ما تردوش ولو للحظة أنهم يقدمون يد المساعدة وأنهم يقوموا بجميع التسهيلات اللازمة لإعادة احتضان آية من أول وجديد. وإن شاء الله يا ربي الروح اللي لقيناها في مستشفى الحبيب بورقيبة ورحبت الصدر هذه نلقاها أيضا في وزارة الصحة وقت اللي نحلوا لها ملف آية، وهذا باش يكون إن شاء الله الأسبوع المقبل في انتظار نتائج إسكانير. نذكركم السادة المشاهدين اللي بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا الليلة مباشرة عبر الهواء عبر 74-621-607. إذا من آية شاف عن تحول تويكة العائلة فيها خمسة صغيرات، هم خمسة أخوات فارس ونصر الدين وأيوب وصبري ووفاء. الصغيرات هذوما كانوا عايشين عيشة عادية كيفهم كيف الصغيرات الكل، يلعبوا يضحكوا يقراوا، كلهم فرحانين بالدنيا هذية وما همش هزين أحملها. لكن إلى أن صار اللي صار، واللي صار هذايا قلب لهم حياتهم رأسا على عقب. كيفاش وعلاش نشوفوه في التقرير التالي مع الزميلة داليندا ترافلسي. قرش من ولاية الرقي، عندي خمسة صغار، أربع وليدات وبني. رجلي ضرب فك الثورة ماشي يصلي، جا ولد حرام أنا شارب ضربوا بجلم على قلبه. رقدت 45 يوم في العنعاش، كي معناها بعد اللي حبوا يفيقوه وكل شيء يجوا يشوفوا فيه يلقوه عما في عوانيته ما عادش يذل. وشنو كان يخدم راجلك قبل ما يتضرب؟ كان يخدم على ظهره، معناها داد بش في ظهره دبش. كنت نخدم شوية بش، أنا ساكن بها فيه شوية بش، نغرب الزبط المرأة مدام نلقاها مريضة، مدام نلقاها مريضة شوي شيت توضيت، خذيت شوي العن توضيت ومشيت نمشي للمغرب الجامع. خلينا نلقى جماعة تتعارك، وما هدنيش ربنا، كل شيء مكتوب. واحد سكران، ناس كل عربة تدخلتنا مش نصلي المغرب يكو، ونصلي في المغرب وما مش ندير حد شيء. شد المقص نتاع الواحد وضربني على القلب، عادي بروحي منطعت، نلقى روحي في العنعاش. قعدت 45 يوم في العنعاش، نوكل في كعبة يغرت، لا نكلم لا الشيء اللي شفته في العنعاش ما شفتوش خلاص. يعني أشياء كيني كنت مهبول، والحمد لله اللي جتني في بصري ومشتنيش برشا حوايج أخرى. شكيتوشي على حق راجلك؟ شكينا بكري وتخلى الحبس، وكجا راجلي معناها تمشي علينا وتجي، قال نسامحو هو سامحو، قال نسامحو بدين الحاكم وبدين ربي ما نسامحوش. سامحو بدين الحاكم كي تمشي علينا الناس وتجي، وبدين ربي ما نسامحوش. يعني اللي ضرب راجلك خرج من الحبس، وقديش قعد في الحبس؟ قعد جي 8 شهور. جي 8 شهور معناها. توا وين اللي ضرب راجلك؟ يدور ما نعرفوش اخوتي، حتى منظر ما يخدم في الكراهب. حتى ما يخدم في الكراهب ما نعرفوش، حتى ما ندرو مجونيش، وما حتى عائلاتهم يجينا منهم حتى بشر. جونا المرة الأولى منين في الحبس، يمشوا وجوا علينا في الحبس وكل شيء،
يمشوا وجوا علينا، وانا كل يوم يمشوا وجوا كل يوم يمشوا وجوا ويقعدوا حذانا وكل شيء، وطوم اللي طلعناه من الحبس ما عادوش يجون. وكانت الحادثة ذيك ما ننساهاش خلاص. وقت اللي سالت فقت شوية قال لهم مش نروح بيك، نلقى روحي بنشوف وش بعيني. وقت نلقى روحي بنشوف وش بعيني زيت نلقى القنيب لابس والي. خرجت من الركيب روحت للدار، رجلي اللي صار ما نتحركش بها خلاص، اليدي اللي صار ما نتحركش بهم خلاص. قعدت 3 شهور ما نتكلمش، كان بسبعي نكلمك. ويرحم والدين اللي عاونوني الكل، جماعه السبيطار كلها بصفاقس، كذبش يعني كل واحد ياخذ حقه. عاونوني لاقصى درجه، عاونوني باللي يقدروا، وما نكذبش عليك تعبت. قعدت 3 سنين بالكانيه هذي. حالة الصحية وين ما يطلعش معناها، كان كنطلعونا ولا ما نقولوا صغير يطلعوا كذا، لنا مش هنا نخلي له صغير بالعنوة. أما بنتي ما نكمل القراية ولا ودي ما نكمل القراية، قراجي مثلا هوني محلولة ما ينجمش يتنفس بها. بكر كان ما يتنفسش، يتنفس بالقصبة. قعد بها 3 سنين يتنفس بالقصبة، تو نحوها له تو عنده مدة أشهر ما سدوها له. وش قالوا له؟ كان كنشوفوك تسد وحدة، كان هي سدت وحدة ونفس رجعها، وين رجعت من فش ما رجعش، ما نجموش نسدوه، ما نخيطوهش، زادوا رجعوه في القصب. هي حكيت الصفارة هذي. الصفارة هذيك عندي عبالة صوتي ما رجعتش بعد الضربة، قاعدوا ينتظروا بها العبالة الصوتية في ترجع ما رجعتش. قالوا تدخلوا لي بالعملية بالأشعة. من هالمرة عندي كنترول موعد، مشيت للكنترول صفاقس، نكذبش عليك تخط في ملولي بالضبط. المرانة حد لي دبشتي كاملين وحطتني في بقعة خالية بستسترن، وغبطت علي من فوق وملات. نكذبش عليك يا حاجة ربي، الشيء اللي شفته والحمد لله كل حاجة. وازتني وبدلت لي دبشاتي، وخذت لي دبشاتي جدد أخرين، وصلت للسبيطار وزيد عودت الموت. وهاك تشوف الحالة، مشيت الدكتور غربيل ديما هو يعانش فيه وعدي عليه كل شيء، قال لي منجمش نسكروا لك تو، هلا من جد تحسنها بشوي بشوي. والله يا سي عمر القافسي هو رقد عنا من شهر ابريل، انا جانا احنا في مشكلته معنا ضيق نفس، وعملنا له الفحوصات اللازمه واستوجب معنا السبب نتاع ضيق نفس هو انه صارت له حسب ما حكينا معنا صارت له اعتداء عليه وصارت له ضربه ورقد في الانعاش، وقعد مده طويله معناها في الانعاش. ومن بعد وقت اللي قام يلقى عند معناها وقت اللي يحاولوا باش يتنفس عادي مش يتنفس عادي، خاطر عنده مشكله في الحبال الصوتيه، وهذا استوجب انه نبعثوه هنا لينا احنا. واحنا الحاله نتاعو استوجبت معناها استعجاليا انه نعملوا له فتحه في القصبه الهوائيه باش يتنفس منها، خاطر عنده مشكل في التحرك نتاع الحبال الصوتيه. كاو بعد احنا عملنا له 2 عمليات بالمنظار وبالليزر باش رجعوا الحبال الصوتيه نتاعو، باش رجعت مش الحبال الصوتيه فيليير نسميهم معناها الفتحه نتاع النفس رجعت تعدي الهواء تدريجيا بشويه بشويه، حتى وصلنا الحمد لله معناها في اخر مره ما صارلوش برشا من اللي جانا معناها في شهر اكتوبر، اخر شهر اكتوبر معناها وقع معناها رقدناه معناها في القسم وحاولنا نحينا هذيك الوحده الصفاره اللي نسميوها. ان شاء الله نقولوا مخرج من المرحله الصعيبه، توا بالنسبه لتو خرج من المرحله الصعيبه ولا يجي يتنفس وحده ويتكلم وحده وكل. بالنسبه للفتحه هذيك زاد ما تسكرش بنسبه 100%، اما ان شاء الله نقولوا احنا عندنا امل كبير انها تسكر نهائيا.
يعني نجم يرجع كي انسان عادي كيما قبل؟ عادي كيما قبل ما نجمش نقول لك، خاطر احنا حتى كي عملنا له عمليات الليزر معناها صار تبديل شويه في الحبال الصوتيه، اللي وصلنا له تو في الحاله نتاعو يتسمى ممتاز. كنتوا تشاهدوا مشاهدينا الكرام الحادثة هذه اللي صارت مع مر القفصي، غيرت له حياته وغيرت حياة عائلته 180 درجة. طيش ولا مسؤولية الشخص هذا يا مرتكب الجريمة، ضيع حياة 7 أفراد وخلاهم بالحق في ظروف صعبة جدا جدا. الشخص هذا اللي أغرب من هذا أنه هو شد الحبس 8 شهور فقط ومن بعد ذلك خرج ومارس حياته بصفة طبيعية وخرج منها من شعر العجين كأنه لا كان ولا صار. ولهنا نقطة استفهام تفرض روحها، وهي أين هم القضاة في كل هذا؟ هل هذا هو العدل اللي وصاهم به ربي؟ هل هذا هو نصرة المظلوم اللي نعرفوها؟ سؤال باش يبقى مطروح إلى حد أن نلقاو له إجابة، أو بصفة أدق إلى أن تطهر المنظومة القضائية من رواسب النظام السابق. خلينا تويكا نرجع لحلقة اليوم. كما قلت لكم الحادثة هذه أثرت برشا على حياة العائلة هذه وكانت لها مخلفات كبيرة وعميقة جدا. تفاصيل في التقرير التالي لزميلة داليندا ترابلسي. صغار وليدين مبطلين معناها القبيرين، ما عنده في الشخص مدرية صغار كان جام حد هذا معناه يعاونوه في حاجة ويعطوه 10,000 هون، وهذا ما هذا مش هم قاعدين. وليدات الأخرين هم تقار. علش بطلتم القراية؟ هذاك الشنتي الكبير ذاك بطل معناه ما جاش، قال يا أصحابي معناه هو حب، قال أصحابي تلبس مليح وداني مليح وكل شيء، وأنا مش نلاقي روحي في الـ في الـ في اللبس وفي المحافظة وفي الواحد وفي كل شيء، بطل واحد مية المشو به. زادا كي شفت الولاد وواحد تلبس وواحد حطنا خلنا اللي نخدمه نلبس كيف ونعمل دارنا وبه بطلت من القراية على الأقل دبرت شي خديمة؟ ما ثمش تخدم نهار وعشرة لا، خدمت نهارين أخبار روحت مريض عطاني 10,000. وفيه قسمي ايش تقرأ؟ خمسة. بيه في قرايتك؟ كتاح بابا داني دوبلت. دوبلت سنة خمسة؟ اي. به يحكي لي ادواتك يظهر فيهم مقطعين، ما همش متاع السنة هذوما؟ لا تعملوا لي. شكون اعطاهم لك؟ واحدة مشت لديدة تطلب فيهم، قلت لها اعطيني كي عندك كتب اعطيهم، شويت اعطتهم لصبات يصلح لا كتب يصلح لا، معناها الطبلية مخيطة بالجديد، كل شيء نقص كل شيء نقص، مش نقول لك حاجة أنا كل شيء نقص. أصحابي كي يحكوا نحن وحنا نحن ودنينا نمشي نقعد وحدي، معناها نمشي نقعد غادي ولا حاجة، نقولهم كي يقولوا شبك نقعد هنا نقولهم وصي وجاني ولا حاجة. تحس روحك ناقصة برشا حاجات؟ نقص. وكن نسمع معناه يقولوا هو بابا جيبني ولا حاجة نبدأ نبكي، نقول خاص كان بابا يولي يمشي يولي لبساري، ونهي ندعي ربي إن شاء الله بابا يولي لبساري. قاعد
تعبير لقصة درجة، تعبير لقصة درجة، ما نقولكش شنو تعبير لقصة درجة. عندي ثلاثة ديار وكوجين، لا عندي فيها لا جيريري لا بناط، معناها الوليدات يرقدوا عليهم، لا عندي معناها حصير يصلح، لا عندي ثلاجة، لا عندي غاز، لا عندي حتى شيء، معناها ما عندي حتى حاجة معناها نرقد عليها صغاري ولا نرقد على راجلي مريض، ما عندي حتى شيء. جوني عاونوني واعطوني جوز كوفيرتي. شكون اللي جاك وعاونك؟ جاني راجل، جاني راجل، ما جتنيش مرشد، جاني راجل قيد الواحد وكل شيء، ما جتنيش مرشد. عندي شهريه 140 130 حد الحانوت كردي بها كذا، لا حاجه دب الزقاز ولا حاجه، حد الحانوت مش شهري شهري. شفنا الشبابك ما هي ما فيهاش بلار، ما فيهاش بلار، شبابك جابهم لي الحاكم ما فيهمش بلار، هانم قاعدين حتى تغليق ما يغلقوش، جابهم لي عوج حتى تغليق ما يغلقوش، معبينا بالتراب والبيت وقارب علينا، كان كدورو عندك الدور في الحجر. توليت ما عنديش توليت، اقسم بالله العظيم ما عندي توليت، خلاص يمشي تاع الثالثه الراجل يظل يكبكب فيه من هنا كيلومتر والدار تاعي. توليت ما عنديش خلاص، وما عنديش وين حتى يدوش وليداتي، يظل ندوش لهم في الدار في اللي يظل ندوش لهم في الفريش، هنا حذا الفريش. مش نعيش بخمسة صغار وبيه ممري، باش مش قوم 5000 باش تقومني، طلبة نطلب منك انت ومن نطلب من فلان ولا فلان 5000 باش تقومني باش تعيشني، ما تعيشنيش، راني عايشة في عيشة معناها مش عيشة عبيد، راني مش عيشة عبيد. حاليا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ياك وجينا معناها طولة فيها ذرة معناها ماكل، باش نطيب طول الذرية الصغار. إن شاء الله يعاونوني ويعاونو مولا بيتي، معناها محتاجة صغيراتي صغيرين، ما عندهم حتى، ما عندي معناها امرأة أنا ولية، ما عندي حتى شيء، عندي حتى شيء باش نخدم عليهم ولا نمشي عليهم. دي نطلب من ربي إن الولاد على الكل يعاونوني، وراء الفقر مش حرام، أما لكن صغاري ضاعوا والعائلة كتشوفها. كنت نشوش عليها منها بكري، تولى غالب هكا تشوف ضرور ما ندلش بعينيا، الكانية هذه محلولة عريانة هكا تشوف فيها. نطلب من ربي يعاونني ولاد الحلال باللي يقدروا. مش عيب، اما العيب كيف التونسي راخو التونسي في وضعية صعيبة كما هذه وما يرحموش. العيب وقت اللي التوانسة يشوفوا وخيانهم يعانيوا بالطريقة هذه وما يرحمهمش. العيب زادة وقت اللي السياسيين يتفكروا الناس هذوما كان في وقت حملاتهم الانتخابية باش يلمدوا بزيت صوت، وخارج الوقت هذايا ما ينساوهمش ما يتذكروهمش ويرميهم كل ورا ظهرهم. انا وقت اللي كنت على عين المكان رفقة الزميلة دالندا طرابلسي والزميل طه عبد الهادي، اتفاجأنا بالحالة وصعبت علينا الحالة، لكن في نفس الوقت خجلنا من انفسنا. تقولوا لي علاش؟ على خاطر وقت اللي نشوفه ام ما تلقاش كيفاش تجاوب صغارها وقت اللي يطلبوا الماكلة وهي ما عندهاش، نخجلوا من انفسنا. خجلنا من انفسنا ايضا وقت اللي شفنا، وقت اللي احنا قادرين باش نباتوا في الدفا ونلبسوا وناكلوا ونرقدوا واحنا مرتاحين، والعائله هذه الريح يضرب في وسط الدار الداخل. علاش؟ على خاطر شبابك مكسره ما تقفلش، ما عندهمش بلار. لكن في نفس الوقت فرحنا وقت اللي نشوفوا ايوب اللي عمره 5 سنين يغزر البوه ويبوسه ويقولوا يا بابا انا نتمنى نطلع طبيب باش نداويك وباش تعاود تشوف من اول وجديد وترى الدنيا من اول وجديد. نفرحوا ايضا وقت نشوفوا البنيه وفاء تتمنى انها تكمل قرايتها باش تعوض امها على الشقاء والتعب اللي راتو هذايا الكل. هما تعبوا وشقاو، انتم شنو تنجموا تعملوا لهم؟
نذكركم ان تنجموا تتواصلوا معنا عبر 74 621 607. وتوا خليوني نرحب بضيفي الكريم السيد محمد علولو رئيس جمعية نبع الخير. مرحبا بك سيدي الكريم. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. شنو هو تعليقك على الحالة اللي ريت هذا؟ حقيقة ما شيء أسف، ما مأساة بأتم معنى الكلمة، وهذا واقع مرير نعيشوه في بلادنا. مع سكير معناتها يعتدي على شخص مسالم ويقلب له حياته رأسا على عقب، بالفعل مأساة معه، ويدخل حبس 8 شهور فقط ثم يخرج من حياته بصفة طبيعية. من المآسي اللي عندنا في من القضاء والعدالة، إن شاء الله ربي يبدل حالنا من أحسن حال، لكن بالفعل مأساة كبيرة، ما تحزن القلب، شيء أسف بالنسبة للعائلة هذه. بالنسبة للعائلة هذه شكون يتحمل مسؤولية التعب نتاعها وشقا وحرمانها من حقوقها المادية والمعنوية؟ ما بين قوسين العائلة هذه موجودة في معتمدية رقاب من ولاية سيدي بوسيدي. من المفروض الدولة هي اللي تتكفل المسائل هذه، لكن في ظل احنا في أوضاع استثنائية وأوضاع ما هيش طبيعية، المجتمع المدني والجمعيات قادرين في بلادنا انه باش يمدوا يد المساعده، لكن ما يمنعش ذلك انه الدوله يلزمها تمد لهم يد المساعده. كيفاش؟ تو مثلا ابسط حاجه، هذا ما اعتدي عليه، معناتها المفروض القضاء يعوض له، يعطيه تعويض من المفروض. هذا اذا ما نعرفش، مانيش خبير في المجال القانوني، لكن من المفروض نعرفوا انه اي انسان يعتدى عليه ولا حاجه المحكمه باش تحكم له بتعويض. نعرفش اذا حكمت له المحكمه بتعويض ولا ما حكمتلوش. السيد دخل 8 شهور حبس وخرج، شنية الصفه؟ ما هنا الدوله على الاقل وزاره الشؤون الاجتماعيه تراعي الظرف نتاعو، انه عائله ما شاء الله عائله 5 اشخاص. ما بين قوسين هما ياخذوا في منحه العائله المعوزه قالت لي 130 دينار قيمتها، لكن 130 دينار كل قايل مش تكفي لباس دواء ادوات. انت كما شفت البنيه تسلفت لها امها معناها من الجيران، لكن حتى المعلمه رفضتها في وقت من الاوقات على خاطر قالت لها الكتب مكتوبين ما نجمش قريب. 100 و200 و300 في عائله فيها تعداد 7 من الناس، مع 5 صغار والبو والام، ما يعملوا حتى شيء. مع القيمه بتاع المال هذه ما تعمل حتى شيء قدام المصاريف واللي قدام. حقيقه مأساة بأتم معنى الكلمه. ما على كل ان شاء الله تعتبر العائله هذه انه هذه ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، تصبر. واكيد انه المجتمع التونسي فيه من الخير وفيه من القلوب الرحيمه اللي قادره باش تمسح الدمعه نتاع المراه اللي ريتها تبكي. بالفعل مع واحد يحس يعتبرها كانوا اخته وبنته امه، ما شيء اسف. ما شيء اسف. هوني نفتح قوسين، انتم كجمعيه خيريه وبحكم تتعاملوا برشا معناها مع الحالات، تجيكم تعرض عليكم برشا حالات من النوع هذايا. في حالة الخمسة صغيرات هذوما اللي زوز منهم اضطروا انهم ينقطعوا على الدراسة بسبب عدم قدرة الأب ولا الأم انهم يوفروا لهم معناها المصاريف اللازمة، وين يدور مندوبية حماية الطفولة في هذا الكل؟ بالفعل هنا واحد هنا نقطة استفهام، معناتها المفروض انه المندوب الطفولة هنا كان يتدخل ويرى المحل، منقول الجزء محل جذري، خاطر طفل عمره اقل من 15 سنه ينقطع الدراسه، حتى قانونيا في القانون ممنوع عليه انه ينقطع على الدراسه، لازم يوصل لما يوصل عمر 16 سنه. لكن لعل المانع خير ان شاء الله، انه ينظروا له بنظره ما بقلوب رحيمه. ما بالفعل شيء اسف، ما حتى كي باش يخرج لتو الميدان العمل وكل شيء هو مازال صغير، مازال حتى ما يعرفش تكون الحياه معناتها. بالفعل مأساة. بالفعل احنا وقت اللي كنا حاضرين على عين المكان حكيت معاه شويه، هو بالحق يتويك قاعد يلوج على خدمه ونسى حتى كيف معناها المستقبل اللي يحلم به، كيف الصغيرات الكل انه يقرا انه ينجح انه يصير حاجه في المستقبل، انساه بالحق اللي نسيته، ويتمنى انه يلقى خدمه لا لشيء، انه يوفر مصاريف العائله هذه، يوفر مصاريف اخواته، يوفر مصاريف بو اللي كما شفت كان لاباس عليه، كان في حاله صحيه جيده، لكن من وقت الحادثه فقد البصر نتاعو وفقد الاحبال الصوتيه نتاعو اللي هي قاعده ترجع تدريجيا، لكن مازال بعيد على اكتمال العلاج 100%.
وهذا الطفل هذا حتى كي يمشي غرز سوق الشغل، اولا هو في ريف، ماهوش حتى في المدينه، ما مش يوقع في اشكال كبير، ما اشكال انه يلزم يتنقل من الرقاب لسيدي بوزيد ولا لصفاقس شيء، لكن ما يمنعش ذلك انه يلزم يزاحم، هو يعتبر نفسه هو اللي كيما يقولوا الراجل نتاع الدار نتاعهم، كيما يقولوا يشمر على ذريعاته وربي يعينه ان شاء الله، وربي ما وإن شاء الله بسلامة ربي بقدرة الله، أنه أكيد أن الناس لازم يشتعينوا بقدرة الله. ما السؤال أيضا اللي يطرحها نفسه هوني سي محمد، وينها وزارة الشؤون الاجتماعية؟ مدام سلمى قفسي وقت اللي سألتها قالت لي حتى مرشدة، معناها ما جاتهاش مرشدة للدار، ما عينتش الحالة، إذا كان مش أهل الخير وأصحاب الخير هما اللي قاعدين يحنوا عليهم من وقت لآخر، هي ضايعة، هي تو بالحق بالفعل ضايعة العائلة هذه، وزادت ضاعت أكثر بإهمال الجهات المعنية يعني من المفروض أنها تتحمل مسؤوليتها تجاههم. هذا بالفعل هذا إشكال ربما يتجاوزنا، خطر أنه مسؤولة مرشدة اجتماعية ما تكونش متواجدة في المكان في للعائلة هذه، هذا إشكال كبير ياسر. لكن هنا أنه فما حاجة اللي نطمحوا لها إحنا كمجتمع مسلم، هي أنه نتمنى أنه في يوم من الأيام نرى في تونس عندنا بيت زكاة. البيت الزكاة هذه هي البلسم والأمل نتاعنا، أني العائلات اللي كيما هكا والحالات الاجتماعية كيما هكا توقع تغطيتهم وتشملهم بيت الزكاة، لهذا احنا هنا نفتقدوه. ونتمنى في يوم من الأيام أنه تونس ما تكون عندها بيت زكاة على مستوى الدولة، باش نجم نجيب هالمآسي كيما هذه بدون ما تهز ما تمد يديها باش تقول اعطيني لحاجه. بيت الزكاه هي تكفلها، المفروض في مجتمع اسلامي بيت الزكاه هي اللي تكفلها. انتم كجمعيه خيريه كيفاش يتم التنسيق بينكم بين وزاره الشؤون الاجتماعيه في حالات الحالات اللي كيما هذه؟ والله شوف التنسيق عندنا بالرغم اللي احنا تجربتنا في العمل الجمعياتي هي تجربة ما زالت في بدايتها وبسيطة، لكن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى التنسيق عادة يكون هو أنه يتصلوا بين بعض مرات المعتمدية وإلا البلدية وإلا الولاية تتصل بالجمعية، وإحنا عندنا مرشدة اجتماعية نمشيوا على عين المكان، بالرغم اللي تو المعتمديه والولايه كل سنه تلقى عندهم مرشده اجتماعيه، لكن احنا خيرنا انه ننتدبوا مرشده اجتماعيه باش الحالات الاجتماعيه كيما هذم نمشيو لهم على عين المكان ونعملوا تحري ما يكون دقيق باش نراو شنو هي الكيفيه اللي نجموا نتدخلوا بها. هذه عادة اللي كنا نعملوا فيه. عندنا تجربة في الغريبة احنا أخيرا عملناها في مدينة الغريبة في صفاقس، بعيد عن صفاقس 90 كيلومتر. عائلة فيها ما يقارب 6 أشخاص معاقين وكبار السن، مع الصغير فيها عمره تقريبا 30 سنة. دخلنا للعائلة هذه، ما عندهاش بيت راحة، ما عندهمش وين يدوشوا مطهرة. الحمد لله بفضل ربي سبحانه وتعالى وبفضل مجهود ياسر ناس، وكلها كانت أموال زكاة، علشان هنا ما نطمح في يوم من الأيام أني نرى في تونس عندنا بيت زكاة، خاطر البيت الزكاة هي أملنا في أنه هالمشاكل هذه نحلوها بالبيت الزكاة. إذا أنتم زادة مشاهدينا الكرام نذكركم اللي بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر الهاتف عبر 74-621-607 باش تتفاعلوا مع الحالة هذه، باش تمدوا لها يد المساعدة، وكما كنتوا تشوفوا حالة صعيبة برشا بالحق، ويلزمنا نتكاتفوا حولها الناس الكل إعلاميا، في بعضنا بين أفراد المجتمع الواحد، على خاطر إذا كان كندقوا أبواب الإدارة والأبواب السلطات المختصة ساعات نلقاوها مقفولة. قولها اليوم أنا صارت لي في الحالة هذه، دقيت باب سي رضا السعيدي وحاولت أنه يتدخل في الحلقة هذه، واللي هو كلف لي شخص آخر سي الحبيب الكشو المكلف بملف عمال الحظائر. طبعا فسر لكم علاش عمال الحظائر، خاطر المرأة هذه كانت تخدم كعونة نظافة في مدرسة لكن استغنوا على خدماتها، و
وما دفعوا لهاش 13. حبيت نفهم هذا يكون من سيريدا السعيدي، لكن للأسف سيريدا وسي الحبيب الكشو قالوا لي اللي هما عندهم التزامات وما ينجموش يتفاعلوا معايا الليلة في البرنامج ويشاركوا معايا في البرنامج. إذا كان 5 دقائق ما نجموش نلقاوها لأخواتنا والحالات صعيبة كما هذه، وقتاش باش يدخلوا المسؤولين ووقتاش يفتحوا بابهم في وجه المواطن؟ إذا سي محمد نرجع لك، بالنسبة للجمعية متاعكم كما شفت الحالة هذه زادة ما لقتش إنصاف من طرف القضاء، هل أنه جمعيتكم والجمعيات الخيرية بصفة عامة تنجم تتدخل قضائيا، معناها توفر محامي باش على الأقل يرجع لها حقها من ناحية هذه؟ قادرين باش باتصالاتنا مع بعض الخيان والأخوات في المحامات أنه يدخلوا، لكن من في الحالات اللي كيما هذه تدخلنا في الجمعية، تدخلنا في الحالات هذه هي عادة تكون تدخلات عينية باش تجم تجابها مع المصاريف ومستلزمات الحياة اليومية. بالفعل أنا كي ساعة نسمع فيها وتقول ما قيتش ما ناكل وما قيتش ما نلبس وما قيتش كيفاش تقري ولادها وما قيتش شنو، مأساة. ما هنا هذا هو دور الجمعيات، هذا هو دور الجمعيات باش يقوموا بيد المساعدة، وإن شاء الله ربي قدرنا أنه أكيد ما أكيد نقوموا إن شاء الله بحاجة إيجابية إن شاء الله. بسلامة ربي إن شاء الله. نذكركم اللي بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا عبر 74 621 607. نسأل الزملاء إذا كان اتصال مع السيد شمس الدين بن عيسى معتمد درقاب حاضر، ماذا بنا نخذوه للحديث والتطرق لحالة العائلة هذه. مرحبا بك سي شمس الدين. عسلام، مرحبا بك أخت مراك، ومرحبا بضيفك الكريم، ومرحبا بقناة القلم ومشاهدي قناة القلم. أهلا بك ومرحبا بك سي شمس الدين. أنا احنا كما كان تبعت شي الحالة، الأخت سالمة القفسي كانت تشتغل بمدرسة الخشم برقاب لمدة 2 تقريبا، ثم تم الاستغناء عن خدماتها، ما خلصتش في 3 أشهر، والوظيفة أنا كتصلت منذ يومين بمدير المدرسة هذه مدرسة الخشم برقاب أكدني أن الوظيفة ما زالت شاغرة إلى حد الآن. أنا نحب نعرف منك بحكم أنك تعرف وضعية العائلة هذه وتعرف وضعية مدام سلمى وسي عمر، الحالة هذه ذات أولوية، أنت كمعتمد شنو نجم توفر لها العائلة هذه، وعلاش تم الاستغناء عن خدماتها بالرغم اللي حتى لتو قاعد شاغر الشاغر الوظيفة هذه، علاش ما يتمش انتدابها من الأول وجيت خاصة أنها في حاجة أكيدة وماسة للخدمة هذه؟ شكرا لك أختنا لك. معناها بعد الأمر حد ما يشك في الوضعية الاجتماعية متاع أخت سالمة وزوجها في عمر، وأنا من اللي معناها تعينت كمعتمد في المنطقة، معناها بنيت الحالة، بنيت حالة الأخت سالمة وحاولنا نمتعوها في كل التدخلات، معناها في كل تمتيحها بكل التدخلات الاجتماعية المتمثل في الإعانات في كل وقت متيح لنا ذلك، وهي تعرف انه معناها سعينا كمعتمد ولا كشؤون اجتماعيه ان نعاونها وقت تجي اعانات. معناها الاخت سالمة معناها من الحالات اللي ملحه برشا ونحاول ديما نتدخلوا ان نعاونها. بالنسبه للحاله خلينا نكونوا واضحين وعمليين اكثر، شنو قدمتوا لها بالضبط العائله هذه؟ اعانات، وين تتاح اعانات غذائيه والا ماليه؟ معناها الاخت سالمة كانت ديما على راس قائمه المنتفعين. وقتاش توفروا لها هذايا؟ انا كي مشيت لها نلقى بالحق عاجزه انها حتى تفطرهم، نهارتها لثلاثه متاع العشيه والصغار ما فطروش. لا، وين اتيحت اعانات عن طريق الدوله سالمة تمتعت بها، وهي تعرف هذا وتردت عليا في عده مناسبات، وهي تعرف اني في كل مرة نسعى أني نعاونها سواء عن طريق التدخلات معناها اللي جاية، معناها التدخلات الحكومية لإعانات، أو عن طريق أن نكلموا الناس الداعية عن طريق العمدة أن يحاولوا يتدخلوا معنا. معناها في كل لحظة في كل إمكانية متاع إعانة كانت الأخت سالمة
معناها من بين المفجلين نظرا لظروفها الاجتماعيه اللي ما يشكش حد في وضعيتها. انا حبيت نسال هوني شنو هي معيار الاولويه في تقديم الاعانات؟ انت قلتي الاعانات تجي من الحكومه، الحكومه كيفاش تقدم، كيفاش تراها الاعانه هذه، وشنو هو معيار الاولويه في انها تبعث الاعانات الماديه هذه للعائلات المعوزه؟ هي بطبيعه باعتبار انها عائله معوزه هي اولويه، هي تاخذ في المنحه العائلات المعوزه بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعيه، معناها متاكدين ان حاله معوزه وين اتيحت الاعانه ديما الاخت وعائلتها متعاها بالاعانه. انت تقول لي وين اتيحت، لكن هذوما يلزمهم بالحق اعانه قاره، خاصه انه البو نجموا نقولوا معناها عاجز تماما. انت شوفوا شو كيما شفتوا فقد البصر، معناها ما هواش قادر انه حتى يعمل باش يدخل خبزه صغار وكل نهار، واللم معناها المورد الرزق الوحيد نتاعها تحرمت منه، والوليدات زوز منهم بطلوا من القرايه. علاش ما تكونش الاعانه هذه قاره باش كيجي من معناها من راس الشهر لراس الشهر العائله هذه ما تضطرش انها تمد يدها لا زيد ولا العمر؟ هي الاعانه القاره هي المنحه، نعم متاكدين انها معناها تنجم ما تكفيش العائله، لكن 130 دينار وين مش تكفي؟ السيد معتمد 130 دينار وين مش تكفي؟ ماكله، دواء، لباس، ادوات، وين بالضبط؟ انا معاك وقت اللي قلت لك معناها ما تنجمش تجزي العائله، لكن معناها هذيك اعانه قاره. اما بالنسبه للوضعيه الحظيره الظرفيه، بالنسبه للوضعيه عملها في الحظيره، انا وقت اللي تسميت معتمد للمنطقه معناها لقيت الوضعيه تشمل معناها الاخت سالمة وعديد من عاملات النظافه في المؤسسات التربويه. في موافقه السنه الدراسيه قبل الماضيه كان معناها وقع اخراج من المؤسسات التربويه باعتبار عطله، هي وعديد النساء اللي وللاسف هم نساء مقصرهم، معناها وقع اخراجهم للعطله على اعتبار انه باش يقع ارجاحهم في انطلاق السنه الدراسيه القادمه. لكن وزاره التنميه بعثت في الوقت هذاك، وانا وقتها معناها مانيش مباشر المهامي غادي، لكن نحكي في الوضعيه. في الوقت هذاك بعثت وزاره التنميه انه يقع ايقاف انتداب على الحظائر الظرفيه، لهذاك الاخت سالمة ما رجعتش كيف عده نساء من في المنطقه ذيك اللي يشتغلوا في المؤسسات التربويه. لكن على اي اساس طلع القرار هذايا؟ شنو؟ على اي اساس طلع القرار هذايا؟ والله هذا معناها هذا مرجع نظر وزاره اكيد اعطاكم تفسير. سامحني؟ اكيد اعطاكم تفسير سي شمس الدين. لا، وزاره التنميه تبعث لنا منشور ان نطبقوه نحن في الحظيره الظرفيه منفذي البرنامج الحظيره الظرفيه. لكن تفاعل مع حاله الاخت سالمه وهي تعرف هذا، راسلنا انها راهي وضعيه اجتماعيه فمش امكانيه ارجاعها للحظيره، لكن قرار وزاره التنميه كان حاسم، لا يمكن انتداب عمل جدد على الحظيره الظرفيه باعتبار هي توقف معناها توقف مده عملها. وانا وقتي سلمت مهامي وعلمت انها تعمل، معناها قلت لها معناها تتوقف عن العمل لين نحاول نسوي لها وضعيتها. ووقت اللي اصطدمنا بالقرار وزاره التنميه اللي يمنع انتداب عمل على الحظيره، وقتها معناها ولينا نحاولوا نلوجوا امكانيه اعانه العائله هذه بشتى الطرق اخرى المتاحه بالنائب. بالطبيعه كانت الاعانات وقت اللي في كل لحظه معناها وكل مرة توصلنا إعانات كانت الأخت سالمة وعائلتها من العائلات ذات الأولوية، وتنجموا تسألوها هي بطبيعة ما هيش باش تنفي هذا. على فكرة بالنسبة للأخت سالمة كي تحب تسترجع حقها في 3 شهور اللي ما خلصتش فيهم إلى حد اللحظة، ليش كنت تتوجه سي شمس الدين؟ هي تتوجه لوزارة التنمية، تحب معناها ما تحب تعمل مطلب عن طريقي انا للسيد وزير التنميه تحت اشراف السيد الوالي، ما عنديش حتى مشكله. وهذا راهو سعينا فيه، معناها سعينا فيه هي وحالات اخرى معناها اجتماعيا زاد تعب شوي، عملنا مطلب ان امكانيه ارجاعهم للحظيره، لكن قرار معناها وزاره التنميه كان حاسم في المسألة هذه، ووقتها نحن ما نجمناش نتصرفوا بإرجاعهم
الحظيره الظرفيه. خلاصه القول باش نكونوا عمليين اكثر سي شمس الدين، اللي في حدود امكانياتكم شنو تنجموا تقدموا لهم بالضبط في حدود امكانياتكم، واللي خارج عن نطاقكم هذاك باب اخر نشوفوه مع ناس اخرى. ان شاء الله نحاولوا نشوفوا امكانيه تمتيع زوجها بمورد رزق، مورد رزق معناها حسب البرامج الموجوده عند المعتمدين. مش معناها مورد رزق اذا كان الزوج راهو غير قادر انه يشتغل، هي طالبه مثلا خدمه قاره ليها والولدها على الاقل ينجموش يدخلوا طرف مصاريف معناها يغطيوا بها حاجيات الاسره كامله. والله نشوفوا اذا كان الامكانيه موجوده خلاف الحظيره، باش نبدو معناها واضحين، خلاف الحظيره نشوف اذا كان ثم امكانيه بتدخل عند الخواص، اذا كان ثم الامكانيه معناها ما ندخلهمش. وهذه حاله معناها لو الناس الكل يلزمنا نتعاونوا كسلطه وكمواطنين وكاهل بر وخير، نتعاونوا باش نعاونوا العائله هذه. شكرا لك سي شمس الدين على تدخلك معنا ليله على قناه القلم. عايشه اختي، ربي فضلك وربي يعاونكم، وماذا بينا الاعلام ديما يحاول معنا باش نكتشفوا الحالات الاجتماعيه اللي يمكن ما نكتشفوهاش، والناس كلها نتعاونوا. وراو معناها الظرف الحالي معناها يلزم المواطن والجمعيات واهل البر والاحسان الكل نتعاونوا باش معناها نهزوا الحمل على بعضنا. والتونسي ديما اثبت انه ما يخليش التونسي في حاجه وفي خساره. وشكرا بارك الله فيكم. شكرا ومرحبا بك اخويا. نرجع لك سي محمد علولو، اكيد كنت تستمع معايا المداخله سي شمس الدين بن عيسى معتمد ارقاب، شنو رايك؟ والله قبل كل شيء السيد معتمد اللي اذا نحب كما نقولوا ناكد عليه انه اول حاجه انه يحاول في اقرب فرصه انه يوفر لها على الاقل اجرها عرق جبينها. معناتها مش معقول انه ثلاثة شهور مع ملي ما عند ثلاثة شهور خدمتهم وما خلصتش نظرا لحالتها الاجتماعيه. ما هذه اهم حاجه انه يسرع باش يخلصوها. على فكره سي محمد والساده المشاهدين، انا علاش ذكرت سي رضا السعيدي قبل قليل، حبيت نتطرق لمشكله هذه عمال الحظاير اللي السيده سالمه القفصي ما هي الا عينه منها. كي كلمت الوزارات اللي قالوا لي هي معنيه بعمال الحظاير، في الاخر قالوا لي لازمك تتصل بالسيد رضا السعيدي وزير لدى رئيس الحكومه المكلف بالشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه. للاسف بابه كان مسكر، وهما قالوا التزامات هو سي لحبيب الكشاو. اما نتمنى خمسة دقائق كافية انها تحل مشكلة سلمى القفصي وغيرها من عمال الحظائر اللي ما زالت وضعيتهم القانونية والتو ما هيش واضحة. بالنسبة لجمعية نبع الخير، خلينا ناخذ لمحة على نشاطها، لمحة على الجمعية هذه، ومن بعد شنو نجم توفر الجمعية هذه لعائلة سي عمر القفصي. قبل اللمحة اللي بالنسبة للعائلة هذه في نطاق الجمعية متاعنا، نظرا للخبرة الصغيرة القليلة اللي عندنا بقدرة الله السميع العليم في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله بسلامة ربي، تو نعملوا لها زيارة بقدرة الله السميع العليم، نمشيو مع المرشدة الاجتماعية اللي عندنا، وكما نقولوا نعملوا استبيان كامل للحالة متاعها. وأكيد أكيد أنه عندنا هنا في صفاقس ناس غايبين على الإنسانية، وناس تحب بعضها، وناس تحب تعين المساكين وتحب تعين الفقراء. أكيد إن شاء الله نلقاو الحل بقدرة الله السميع العليم، بقدرة الله إن شاء الله. هذا بقدرة الله. على فكرة زملاء يقولوا لي اللي برشا ناس قاعدة تتصل تويكا، برشا يحبوا يعاونوا العائلة هذه لكن ما حبوش يدخلوا خاطر يحبوا يبقى اسمهم بعيد. نشكرهم باسمي وباسم كافة فريق برنامج ويبقى الأمل وباسم فريق أسرة قناة القلم، وهذا اللي أملنا فيكم والعائلة هذه بالحق هذايا اللي تستنى فيه. شكرا لكم الناس الكل. وتوا عندنا مدام سعاد رويسي من صفاقس، مرحبا بك مدام سعاد. مرحبا اختي، تفضل. لله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي فرصه طيبه اني نتواصل معاكم. كنت نتمنى ان تكون العائله هذه في المحيط اللي نشتغلوا فيه. انا نمثل جمعيه التكافل الخيريه اللي هي مهتمه بمحيط طينه الحاجب ومتبعها في صفاقس. كنت نتمنى انه تكون موجوده ونحاولوا نعينوها من منطلق تجربتنا. احنا عندنا تجربه طيبه في المجال التكافل والاحاطه بالعائلات المعوزه، وحبيت نقترحها في نطاق برنامجكم، لانه
المجتمع المدني هو اللي قادر باش يتحرك بسرعة ويعاون الحالات هذه. التجربة نتاعنا تتمثل في أنه عندنا مشروع القصة هو أنه أربعة وإلا في حالة معناها أكثر حالة ثمانية متطوعين قادرين يتكفل كل واحد كل جمعة أنه يجيب قضية العائلة هذه، وهذا سهل لأنه معناها الناس تنجم توفر القضية هذه وتكون مرة في الشهر ولا مرة في الشهرين نجم يتقلق المواطن. لو كان ثم ثمانية متطوعين من المنطقة هذه من الرجال يتطوعوا باش يعملوا هالحركة هذه، قدرة الله إن شاء الله تكون الإحاطة بالعائلة بسرعة وتحاول توفر لها العيش الكريم اللي هي محتاجة له. على فكرة مدام سعاد، من ناحية البعد الجغرافي هذا يمثل لكم عائق إنكم توصلوا للحالة وتمدوا لها يد المساعدة بحكم إنها خارج ولاية صفاقس؟ الجمعيات عندها حدود تنشط فيها، هذاك هو اللي يمنعنا. انا قلت لك كنت نتمنى لو كان في محيط لو كنا ندخلوها في الجدول نتاع القصه، مشروع القصه نتاعنا تو حالا، اما الله غالب البعد نتاع العائله هو اللي يمنعنا. اما انا حاولت من منطلق تجربتنا اني نعطي النصيحه، ان نحاول ان نعطي الفكره، واكيد ان شاء الله اصحاب الخير يكونوا يسمعوا فيا وينفذوها، لانها سهله وما فيها حتى اشكال. احنا توا نعيشوا فيها وننفذوا فيها بالنسبه للجمعيه للعائلات اللي نحيطوا بهم. شكرا لك مدام سعاد. شكرا يعني. شكرا لك، وهذه فرصه باش نتوجه بنداء لجميع الجمعيات انها تعاون الحاله هذه وغيرها، الجمعيات المتواجده في سيدي بوزيد، في صفاقس، في ولايات تونس الكل من شمالها الى جنوبها. هذا توا دوركم بالحق باش تمدوا يد المساعده، على خاطر ثم عائلات تعيش في مناطق الظل مهمشه، وكما قلت الساسة ما يتفكرهمش كان وقت الحملات الانتخابية، خلينا احنا نكون قلوبنا اكبر منهم وخير من الحسابات السياسية هذه الكل، ونعونوهم ونمدولهم يد المساعدة، خاطر هذاك يلزم يعمل التونسي الخوه التونسي. نرجع لك سي محمد، نكمل حديثنا على كيفية إعانة وتقديم يد المساعدة لعائلة عمر القفصي. كما قلت لك ان شاء الله بسلامة ربي في قريب العاجل نقوم بزيارة العائلة هذه ان شاء الله بسلامة ربي، ونحدد مدى شنو الاحتياجات نتاعها، وفي نطاق الامكانيات نتاعنا قدرة الله نحاول ندخل، وان شاء الله فما كان خير قدرة الله ان شاء الله. نوعية المساعدة اللي تقدمها جمعيتكم في الحالات هذه شنو هي بالضبط؟ هي اكثرية النوعية التدخلات نتاعنا هي تدخلات عينية، ما تكونش ماليه، حتى اذا نفرضوا يستحق ماليا احنا نشريو له ونعطيوه، ما نعطيوش المالي، لكن ما يمنعش ذلك اذا نلقاو بعض حالات ندخلوا. اما الحاله كيما هذه بقدره الله سامي يعني معناتها ان شاء الله قادرين في وسط الجمعيه، عندنا من المرونه انه نجموا نطلبوا من ياسر وخيان انه نوفروا لها اثاث، نوفروا لها مستلزمات الحياه الضروريه اليوميه، قادرين بقدره الله ان شاء الله. ان شاء الله نعدها وعد من جمعيه نبع خير انه ان شاء الله بسلامه ربي نمشوا لها على عين المكان، ونحاولوا في قدر الاستطاعه ان نوفروا لها ما امكن ان شاء الله. وما بين قوسين للساده المشاهدين، العائله هذه حتى الماء الصالح للشراب ما هيش قادره انها تدخله، مما يضطر البنية وفاء انها تعمل كيلومترات كل نهار باش نجم تروح بماء للعائلة هذية. وانتم ما تعرفوا معناها بنية في العمر هذاك تمشي كيلومترات باش تروح بماء لدارهم، في بالي حالة صعيبة برشا، ولهنا ما نجمو كان نعاونوها، وهذاك الشيء لازم يصير. سي محمد، نرجع لنشاط الجمعية، جمعية نبع الخير بخلاف مساعدتها للعائلات المعوزة هذه، شنو نشاطها، شنو تعمل، وشنية نوعية الحالات اللي تعاونها وتنجم تمد لها يد المساعدة؟ نبذة صغيرة نعطيك على جمعية نبع الخير. هي جمعية إسعافية اجتماعية ما تكونت مباشرة بعد الثورة، ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. كما قالت الأخت سعاد رويس، احنا عندنا تقسيم جغرافي هنا في صفاقس، قسمنا صفاقس لمناطق، وحاولنا انه كل جمعيه عندها تقسيم جغرافي معين تنشط فيه باش ما يوقعش تداخل، وباش ما يوقعش كما يقولوا تلاعب. هذا اهم حاجه. التدخلات نتاعنا هي عاده، ثم
التدخلات في المناسبات كما قفة رمضان وقفة العيد وقفة عيد الكبير كل شيء. ولكن في نفس الوقت احنا في وسط الجمعية بتاعنا عندنا عيادة طبية لطب العيون، نحاولوا ما بإعانة من بعض الأخوة الأطباء كي تبدأ عندنا حالات نبعثهم لهم، خاصة اللي ما عندوش تغطية اجتماعية، هذا اللي بالفعل احنا اللي نبحثوا عليه، اللي ما عندوش تغطية اجتماعية نحاولوا بقدر الاستطاعة أنه نعينوه، نوجهه للمصحات، بعض المصحات هنا في صفاقس، عندنا بعض المصحات نتعاملوا معهم، ما نبعثوا لهم باسم جمعيتنا بالخير، ويقبلوا الحالات كيما هكا. عندنا مشروع طموح جدا اللي هو مشروع